عودة إلى المتابعة، نحن وياكم عالم الصباح لليوم الجمعة، بنختم نحن وياكم على 11 وثلث تقريبا بتوقيت بيروت، وآخر فقراتنا رح تكون مع ليبوكسين وجمال الديك. ans de recherche sur la santé m'ont permis de développer pour vous l'hypoxine. Avec l'hypoxine, je vous garantis, test clinique à l'appui, que vous allez perdre du poids. Grâce à deux actifs 100% naturels et brevetés, vous allez perdre entre 4 et 6 kilos. Avec l'hypoxine, roulez plus de 500 calories par jour sans aucune contre-indication. Hommes et femmes, avec l'hypoxine, perdez vos kilos en trop. هذا ليبوكسين، يعني وما أدراكم ما ليبوكسين. ليبوكسين هالمكمل الغذائي يلي بحافظ على الكتلة العضلية من بعد تجربة، يلي بالفعل كمان بحسسكم بنشاط كل نهار وحيوية لا توصف. يعني يمكن الواحد قد ما يحكي عنه ما بيقدر يحكي بثقة قد ما يجربه ويشوف النتائج يلي بتعطيها. بتصور يعني أكثر مشكلة عند كل العالم هي كمية الدهون اللي بتكون حول الخصر، يلي هي كمان بتسبب كتير من المشاكل اليومية، الكوليسترول اللي يعني الخمول، ما بنقدر نلبس منيح، ما بنقدر نعطي تيابنا حقهم إلى آخره إلى آخره. بالفعل هل مكمل غذائي أو هل المصنوع من المواد الطبيعية بيعطيكم هالنتائج؟ وما تيأسوا من أول علبة، كملوا أولى والتاني، رح تشوفوا النتائج من أول علبة طبعا، ولكن مع الاستمرارية رح توصلوا للنتائج اللي أنتوا بدكم إياها. جمال صباح الخير. صباح النور. ميرسي على هالانترودكسيون. يعني هي مش انترودكسيون قد ما هي أنا لبستها، يعني صح. شفت قديش بفيد، يعني مش عم تاخد شيء أنت غصب عنك عم تضعف، عم تاخد شيء ما عم بيضرك، لا عم بيسبب عصبية، لا عم بيسبب دوخة، لا عم بيسبب دقات قلب سريعة، كل هالأمور، لكل هالقصص اللي بتترافق، ومش عم نخسر مي. يعني نعم. معظم المكملات اللي كل العالم بتتداولها أو معروفة إنه بنخسر الميات هالجمعة، بننبسط فيهم 2-3 كيلو أو كيلو ونص وبيرجعوا، وبيترافق هالمشاكل الصحية اللي كتير صعب يمكن ما نشوفها بالبداية، بس رح نشوفها بشكل كتير متلاحق وسريع. نعم. ما عندكم وقت للرياضة فيكن تاخدوه على الريق، ولكن النصيحة الأفضل لنتائج أفضل يتاخد قبل نص ساعة لثلاث أرباع الساعة. بتصور ثلاث أرباع الساعة جمال، يعني حسب التجربة أكتر من نص ساعة بصير عندك نشاط كتير عالي. نعم. بدل ما تعمل نص ساعة إذا عم تعمل كارديو أو إذا عم تعمل أي شيء، رح تقدر تعمل ساعة ونص بشكل كتير مستمر وبعد بدك بدون تعب. بدون تعب. نعم. في نشاط كتير هذا، وهذا هون أهمية أي رجيم بدك تعمله. إذا اليوم نحن عم نعمل أي رجيم أو عم نعمل رياضة وبدنا نخسر وزن، نص ساعة تعبنا. اليوم عنا هذا المكمل الغذائي اللي بيعطينا مجال إنه نروح ساعة ساعة ونص. نعم. بالسبور بالنشاط بالرياضة، وعم ناخد نتيجة كتير عالية بفضل هالتركيبة هالفورميول الموجود عنا اللي كتير غني. عم نحكي بالجلافينويد يللي هو زيت عرقسوس يلي بيخلي كل المسلز بالجسم تصير حامية وعم تحرق. عندك الالكارنيتين يلي هو بدوز كتير عالي 1000 ملغرام. هذا شو بحافظ على الكتلة العضلية ولا شو؟ لا، الالكارنيتين الالكارنيتين هو مخصص ليحرق منطقة الدهون بمنطقة اللي هي أهم شيء، يعني كل الأسباب الكوليسترول التريجليسيريد والLDL، هي لأنه تراكم الشحوم والكوليسترول حول منطقة الكبد والبطن. صح. على الخصر يعني. مليون بالمية بالمية. نعم. بيجي عندك الجرين تي يلي أكيد كمان بيشيل دهن. نعم. بدوز 20% يلي بيخلينا نحافظ على الكتلة العضلية وبيعلي الميتابوليزم بشكل كتير مهم، هو هال 22 نوع أمينو أسيد الموجودين ضمن هالفورميول هيدا. نعم. 22 نوع أمينو أسيد، هيدا برودوي كتير غني، كتير مركز كونسنتري بشكل كتير عالي. عم نقدر نوصل لنتيجة من الأسبوع الأول، عم نبلش نلاحظ هالفرق يلي ببلش عنا، إضافة لشغلة كتير 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 مهمة وكل الناس دايما يلي بيلاحظوها، انه هذا البرودوي بنشف العضله، يعني بيخلي العضله تكون بيزيد الكتله العضليه. نعم. وبيخليها تكون قاسيه، مش ما بتحس انه العضله يعني بتعمر اطول. ايه
بتعمل بتحسها انه فيها مي او نعم. بتكون هيدا نعم. يعني انا كمان بنصح يمكن رح بتشوفوا خلال تناولكم الليبوكسين انه عم تفوتوا اكتر للتبول على الحمام، ولكن المقصد منه انه هي عم يروح مع هالبول كمية نسبة كبيرة من الدهون والشحوم اللي موجودة بمنطقة الخصر والبطن. نعم. اليوم يعني نحن عم نقدر نعمل من كيلو ونص لاتنين كيلو دهن بهالعشرين يوم، وهذا هون الأهم. إذا ما خسرنا دهن نحن ما عم نخسر وزن. صحيح، مهم جدا أنك تخسر دهن. بس تخسر دهن يعني عم تزبط شيء، يعني كمان. أكيد عم تعمل الشيب المزبوط. بس تخسر دهن يعني معناتها وزنك بلاش ينزل. اليوم بوجود هالماشين يلي موجودين بكل الصيدليات أو عند أي أخصائي تغذية، بتلاقي في ماشين بيوزن لك قديش عندك دهن، قديش عندك ماء، قديش عندك كتلة عضلية. نعم. تكون فعليا عم تخسر وزن لازم تكون عم تخسر الدهن. اذا ما خسرت الدهن ما عملت شيء ابدا. يعني هو ما بيسبب لا اسهال، ما بيسبب لا انه نقص بالمي بالجسم، ما بيسبب نشاف بالتم، ما بيسبب الرشفه او العصبيه، انما الكل اللي بيعطيه هو فيتامينز للعضله وللجسم من خلال امينو اسيد 22 نوع الموجودين بقلبه، ومن خلال تخفيف كميه الكوليسترول اللي موجوده وهيدي ملموسه. يعني بدنا نطلب منكم اذا بدكم تعملوا تيست على حالكم، اعملوا فحص الكوليسترول قبل ما تتناولوا عبوه عبوتين، ومن بعد العبوتين رجعوا اعملوا الفحص مره ثانيه وشوفوا الفرق. في شغله كثير مهمه ودائما بيسالونا عنها الستات لما يكونوا بالراجل. نعم. دايما بيصير في عندها افراط بالاكل، ودايما بيصير في عندها الست بتحس انه شهيتها انفتحت بشكل كتير زياده. شو بيعمل الليبوكسين بهيدي الحاله؟ بهيدي الحاله عند الستات اللي بيكونوا بهالوقت بالبيريود دايما بيصير في عمليه كبح للشهيه، وما بيروحوا للافراط بالاكل من خلال استعمالهم الليبوكسين. في كبح للشهيه طبعا بهيدي الحاله. بهيدي الحالة بس بهيدي الحالة. شو في تركيبة معينة ممكن تقول؟ لأنه هي أنا ما شفته بيقطع الشهية مثلا. لا ما بيقطع الشهية. نعم. عملك بس الستات يلي بيكونوا بتكون بالبيريود. نعم. هي بتكون الست بتعرف حالة بحاجة أكتر للشوكولا، بيصير في عندها توتر، بيصير في عندها كمية الأكل الشوكولا والسكريات بتجأ لهم بشكل كتير كبير. صحيح. مع استخدام الليبوكسين هيدا الموضوع ما بيعود موجود. يعني حتى اثناء الدوره الشهريه عند النساء يعني ما بيسبب ضرر أبداً. ابدا في يتم تناوله، بالعكس بيفيد لانه بيكبح الشهيه. صح. الى حد ما عندنا نتائج الحمد لله كثير عاليه. صحيح. يعني الناس يلي عم بتجرب هالبرودوي اللي عم تاخده من الصيدليات او اللي عم تاخده من عندنا مباشره او اللي عم يشتروا عن طريق الويب سايت، عندنا نسبه تفوق 75-80% من عمليه تكرار لهذا البرودوي. نعم. هون ببين قديش هذا البرودوي مرتب و سؤال، اذا نطرنا بس قبل الرياضه واخذناه وما تناولناه بشكل يومي نتائج شو؟ لا، يفضل دائما الالتزام. عندنا اربع حبات قبل بنص ساعه. نعم. من الرياضه لثلاث ارباع الساعه ما في مشكله. النهار اللي ما بيكون في عندنا في مشروع رياضه لازم ناخذهم نتناولهم على الصبح على الريق، لانه نحن بدنا نحرق خلال النهار حتى يكون الحرق دبل. اكيد. بس انا باكد لك شغله جزاء، اليوم نحن لما عم نعمل الرياضه عم نقدر نحرق اكثر من 50 كالوري يوميا نحن. نعم. عم نستعمل هيدا البرودكت. نعم. بينما اذا ما كان عندنا مشروع رياضه هيدا النهار فينا ناخذهم الصبح، لانه كلياتنا بنتحرك، بنطلع بننزل. صحيح. بننزل على السوق، بنطلع على الدرج. نعم. يعني الجسم عم يحرق. نحن عم نحكي الاشخاص يلي هن قاعدين يلي مش قادرين يعملوا رياضه، يلي وضعهم الصحي ما بيسمح لهم يتحركوا نتيجه المشاكل المتعدده يلي بتكون عندهم. مين ما بيقدر ياخذ الليبوكسين؟ ما في حدا ما بيقدر ياخذه الا ابدا اكيد، يعني الحامل او المرضعه. نعم. هيدول هن الشخصين يلي ما بي يعني هالحالتين هيدي يلي يفضل انه مش الليبوكسين لا هو ولا غيره، لانه بتكون عندها بيبي او بتكون عندها مشروع بيبي او عم بترضع. نعم. فاكيد ما في. اريك فافر طبعا معروف اللابوراتوار بهيدا، وكان ما ضيفك الاسبوع الماضي بعالم الصباح. صحيح. معنا تالي ميور كمان كان معنا تيمونياج اللي هي الايماج تبع الليبوكسين. اكيد. نعم. وحكيوا بشكل انه قد ايه عمل عليه دراسات قبل ما ينطرح على السوق، وهالدراسات كانت كلها ايجابيه بدون اي ردات فعل سلبيه على اي شخص. في عنا ثلاثة تست كلينيك لهذا البرودوي، هذا معمول عليه دراسات منه. يعني نحن اليوم بالأسواق الفرنسوية موجود بأكثر من 8000 صيدلية. إريك فافر كتير معروف بعالم السبور وبعالم السكين كير وبعالم الرياضة والمكملات الغذائية. اليوم هذا البرودوي الحمد لله مثل نحن كتير واثقين منه، في نتائج كتير 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 عالية وكتير
الناس اللي راح ياخذوا راح يكونوا ممنونين وراح يرجعوا يشتروا مره واثنين وثلاثه. نعم، كيف فينا نلاقي الليبوكسين كان بلبنان او خارج لبنان جمال اذا ممكن؟ بلبنان بكل الصيدليات موجود. نعم. موجود عنا على الارقام اللي عم تطلع على الشاشه. نعم. فيهم بكل دول العالم فيهم يشتروا عن طريقنا، عن طريق الويب سايت. في عنا كمان بدبي شركه ادويه لنا. نعم. في عنا بالاردن فرع، في عنا بكل الارقام اللي عم تظهر على الشاشة. بالعراق كمان صار في حدا عم ياخده، قريبا جدا ان شاء الله بيكون بقطر كمان. نعم. نعم. بالسعودية قريبا كمان. يعني انطلاقه الليبوكسين كانت من فرنسا بالبدايه. صحيح. من فرنسا وانطلقت للبنان وللدول العربيه من خلالك جمال. احنا طبعا عندنا ثقه بالبرودكتس اللي انت بتجيبهم دايما، ودايما احنا هيك على تواصل بكل نحن يعني دايما بنحب نجيب الشغله. نعم. يلي اول شغله تحت موافقه وزاره الصحه ما بنجيب شيء اذا ما انه مسجل نهائيا، ما بنحب نشتغل هذا الشغل. طبعا بيكون عليه موافقات مش بس محليه. نعم. يعني اليوم كبرودوي تيتسجل بالامارات العربيه المتحده، تيتسجل بالاردن، تيتسجل اليوم كمان بعده محلات، موجود باكثر من 70 دوله حول العالم اريك فافر، وهيدي البرودويات كمان عم تتسجل. تنصح فيها الشبيبه اللي بيعملوا جيم كثير وعم بيعبوا كتله عضليه؟ هول اكثر ناس هن بيعرفوا. لما تقول له انا في عندي 1000 ملي جرام الكارنيتين، وعندي 100 ملي جرام جلافينويد، وعندي 22 نوع امينو اسيد مع 20% من الشاي الاخضر، هن بيعرفوا لحالهم بيجوا بياخذوه، لانه اكيد بيكونوا مطلعين وعندهم بيعرفوا مدى اهميه هالتركيبه هالفورمول هيدا. يعني بياخدوه مع البروتيين اللي بياخد العطلة فيه من البروتيين. صح. ونحن قريبا جدا رح يكون عنا بروتين كمان، بروتيين للرياضية. جمال تانكيو على هالبرودكت يلي قدرت تعرفنا عنه يوم عن يوم اكثر واكثر، وطبعا احنا بانتظار النتائج. كل شخص بيصير معه اي تقدم يخبرنا، لانه انا خبرتكم تجربتي وفي كثير عالم خبروا تجاربهم. نحن اليوم ناطرين اي شخص بيحب يكون معنا على البلاتو، عنده وزن زايد وبيحب يكون بالشيب، لانه اليوم نحن بعصر الصوره. نعم. كل الناس بدها تكون بالشيب المطلوب وكذا. نحن جاهزين لهذا التحدي، اللي بيحب يكون اهلا وسهلا، او اهلا وسهلا فيه، او اهلا وسهلا فيها. نعم. ناطرينه. ثانكيو جمال. ثانكيو لكل المشاهدين، احنا وياكم لهون بكون خلص عالمنا الصباحي. طبعا يوم الجمعه استثنائيا بنختم بهالوقت هيدا. بكره عالم صباح جديد 10 بتوقيت بيروت. برجع بذكركم ما تنسوا ابدا 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 كيف بتعاملوا الوالدين بالبيت، ولادكم عم يشوفوكم وعم بيعاملوا بالمثل. درسوا خطواتكم كتير منيح قبل ما تقدموا عليها، لانه انتو القدوة والمثل الاعلى لاطفال عم بتربون وانتو بتحبون وهن بحبوكن. ضروري جيل المستقبل يكون جيل متين وماكن من كل خطوة بيعملها. الى اللقاء بكرة 10 بتوقيت بيروت.